خطوة أخرى تلوح بها طهران في إطار خطوات خفض الالتزام بالاتفاق النووي، وذلك في مواجهة الضغوط الناجمة عن استمرار العقوبات الأمريكية وتقاعس الترويكا الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها. سنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران بحلول 21 من شهر شباط فبراير المقبل إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية على إيران، ولا سيما في مجالات التمويل والمصارف والنفط. كما ستتوقف إيران عن التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. تنبيه يأتي في سياق البند السادس من قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني الذي أقره البرلمان مطلع كانون الأول ديسمبر الماضي، وتنص المادة على أن الحكومة الإيرانية ملزمة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الطوعي، ما يستدعي وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذا أرادت إدارة جو بايدن تكرار ما فعلته إدارة ترامب، إيران ستكون مستمرة بتخصيب اليورانيوم بالنسبة 20% وبل أكثر من 20% في المستقبل. ويأتي هذا الموقف بعد أيام من بدء طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في تحد واضح لأجواء التوتر في المنطقة، وبعد يوم واحد من تصريحات أطلقها المرشد خامنئي وفحواها أن المطلوب إيرانيا ليس عودة واشنطن للاتفاق النووي بل رفع كامل العقوبات. وبرغم ما تنطوي عليه الخطوات الإيرانية من ملامسة لعصب المسألة النووية، إلا أن المسؤولين هنا يؤكدون أنها تأتي في إطار المادة 36 من الاتفاق النووي التي تجيز لكل طرف خفض التزاماته عند تقاعس الأطراف الآخرين. أحمد البحراني، طهران، الميادين.